المغرب متجذر في أعماق قلوب المغاربة، هو حب خالد على مدار التاريخ بالمغرب. أولاً لأن المغرب بلد صديق ومحبوب من طرف الإسبان وزيستا التي تشجعنا مثل باقي روابط المشجعين بالعالم، وكانت لي فرصة لقاء حب ريال مدريد بالمغرب متجذر في أعماق قلوب المغاربة، هو حب خالد على مدار التاريخ بالمغرب. سيكون شيئا رائعا أن يلعب ريال مدريد بالمغرب، لأنني منذ 40 سنة وأنا أزور المغرب ولي فيه أصدقاء كثر. Olá, madridistas. Só vengo avisar os que vou estar agora, em direto em TikTok, falando do Mundial de Clubes e, claro, contestando a vossas perguntas. Nos vemos agora em TikTok. Tchau. Vamos a poner la posición. Buena. Aguante.